ممكن تقدر تقعد 16 ساعة من غير أكل وتاكل 8 ساعات بس؟ ده بقى بيسموه نظام الصيام المتقطع. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الصيام المتقطع وإزاي نمشي عليه، وكمان هنصحح مفاهيم كتير غلط عنه، وهنتكلم عن دور الرياضة فيه. عشان تعرفوا بقى كل الحاجات دي تابعونا في حلقة جديدة من الأهلي دايت. النهارده بنتكلم عن نظام الصيام المتقطع. معانا دلوقتي خبيره التغذيه امنيه فوزي عشان تكلمنا عن الصيام المتقطع بشكل علمي شويه. ازيك يا دكتور؟ ازيكي هنا، عامله ايه؟ الحمد لله. في البدايه عايزينك تعرفينا ايه هو نظام الصيام المتقطع. تمام، بصي، الصيام المتقطع هو اسلوب حياه مش نظام دايت. انا اقدر ان انا اتبعه او اعمله مع اي نظام دايت انا بعمله. فكرة الصيام المتقطع هو ان احنا عندنا اليوم 24 ساعة، بنقسم اليوم ل 8 ساعات بناكل فيهم و 16 ساعة بنصوم فيهم. شهر في الفترة الأخيرة جدا وكل الناس بقت بتنصح ليه، فايه هو فوائد الصيام المتقطع؟ تمام، قبل ما اكلمك على فوائد الصيام المتقطع خليني اقولك على هرمونين مهمين جدا في الجسم، هرمون الانسولين وهرمون النمو او الجروث هرمون. هرمون الانسولين بيعمل ايه في الجسم؟ اول حاجه احنا ربنا خلقنا ان اي حاجه بناكلها بتكسر جوه جسمنا لجلوكوز اللي هو سكر الدم. هرمون الانسولين هو الهرمون المسؤول عن ضبط سكر الدم، وفي نفس الوقت هو الهرمون اللي بيوزع ومسؤول عن توزيع الدهون في الجسم. فلما انا باجي اكل اي حاجه بتتكسر جوه جسمي لسكر الدم. المفروض ربنا خلقنا ان سكر الدم ليه معدل طبيعي المفروض ان هو يبقى عليه، ولا يزيد ولا يقل. لما سكر الدم بيبدا يزيد عن المعدل الطبيعي بتاعه، بيبدا المخ يدي اشارات للبنكرياس ان هو يفرز هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيروح يعمل ايه؟ بيروح ياخد السكر ده يدينا منه الطاقه بتاعتنا، ويوزع الجزء على مخزون العضلات وجزء على مخزون الكبد في هيئه جلايكوجين. المخزون العضلات ومخزون الكبد ليه ليميت معين. طب لما انا ازود عن الليميت ده يعني السكر الزياده عن الليميت ده اللي بيحصل له بيروح يوديه للخلايا على هيئه دهون. فبالتالي بنفضل ان احنا كده بنخزن دهون اللي بتظهر بقى في صوره كرش، في صوره سمنه موضوعيه او كده. طيب ليه دايما احنا بنخاف من وجود هرمون الانسولين في الدم لمده اطول؟ لان هرمون الانسولين وجوده في الدم لمده اطول معناه ان هو خلاص هو اداني الطاقه ووزع المخزون. طول ما هو موجود معنى كده ان سكر الدم عالي، ان هو الزياده عن حاجته بيروح يديها للخلايا كدهون. فبالتالي انا حولت جسمي لاله لتخزين الدهون، او حطيت جسمي في اللي هي بيقولوا عليها الفات ستورج زون. انا خليت نفسي عماله بس اخزن في دهون، ما بعملش حاجه غير كده. ده بالنسبة لهرمون الإنسولين. فإحنا دايما بنحاول نحافظ على هرمون الإنسولين إن هو يبقى إفرازه قليل في الجسم، ما يبقاش في الجسم لمدة طويلة، ما ناكلش حاجات بتستفز سكر الدم عشان ما يعلاش فنفرز هرمون الإنسولين. تاني هرمون مهم بالنسبة لي هو هرمون الجراث هرمون أو هرمون النمو. الجراث هرمون او هرمون النمو ايه فايدته؟ اولا هو الهرمون اللي بيحافظ على الكتله العضليه، بيحسن الحرق عندي، بيقوي المناعه، وبيحافظ على الخليه ان هي تفضل محتفظه بشبابها لمده اطول. فبالتالي انا الهرمون ده كمان مفيد عندي جدا، وده اللي كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت لما قلنا لما بننام الهرمون ده بيفرز كويس قوي من الساعه 11 ل 2 لما بنظبط نومنا. فبالتالي انا الهرمونين دول مهمين قوي. انا مهمه قوي ان انا احاول ان انا بقدر الامكان ما استفزش هرمون الانسولين، وان انا احسن من هرمون النمو عندي. طيب الصيام المتقطع بقى بيعمل ايه؟ من اهم فوائد النظام الصيام المتقطع هو ان هو بيقلل افراز هرمون الانسولين في الدم، وفي نفس الوقت هو بيحسن وبيزود من افراز هرمون الجراث هرمون، او بيحسن من الجراث هرمون. فانا كده عملت ايه؟ انا قللت من الهرمون اللي بيخزن الدهون، وبالعكس ده انا حسنت من الهرمون اللي بيساعد على الحرق. دلوقتي يا دكتور في ناس كتير ممكن تخاف ان 16 ساعة صيام ده ممكن يقلل الحرق، فرأيك ايه في الموضوع ده؟ بصي بالعكس تماما، خلينا نفهم اكتر هو الصيام المتقطع بيعمل ايه في الجسم. احنا لما بناكل اخر وجبه، من بعد اخر وجبه بنعد 8 ساعات. ال 8 ساعات دول الجسم معتمد فيها في الطاقه اللي بياخدها على الاكل اللي اكله. بعد ال 8 ساعات دول الجسم بيعتمد الاربع ساعات اللي بعد كده
على المخزون اللي موجود في الجلايكوجين زي ما قلنا في الكبد، الجلايكوجين الموجود في الكبد ومخزون العضلات. بعد ما بيخلص الاربع ساعات التانيين عشان نكمل 16 ساعه، الجسم بيجبر نفسه ان هو يروح للخلايا الدهنيه ويروح يحرق الدهون من الخلايا. فبالتالي انا عملت اجبرت الجسم ان هو يحرق الدهون بكفاءه عاليه جدا في اخر اربع ساعات اللي احنا بنتكلم فيهم بعد ال 12 ساعه، لان هو مش لاقي مصدر تاني للطاقه ياخده غير ان هو يروح يحرق من الخلايا الدهنيه بتاعته. فبالتالي بالعكس خالص، الصيام المتقطع بيحسن الحرق وبيخلي الحرق في اخر اربع ساعات دول في اعلى كفاءه ليه، وبيروح يحرق دايركت من الدهون. كمان مش بس كده، عايزه اقول لك ان ليه فوائد كتيره جدا. الصيام المتقطع بيساعد في علاج بعض الامراض زي السكر، مقاومه الانسولين، بيحسن من اداء الشرايين ومن اداء القلب، بيقوي المناعه. فهو الصيام المتقطع فيه مميزات كتيره جدا. طب دلوقتي يا دكتور كنا عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن ايه اللي نعمله في وقت الصيام ووقت الفطار. طيب تمام، خليني الاول اكلمك في ال 16 ساعه صيام. ال 16 ساعه اللي بنصوم فيهم دول المفروض ان احنا مش هناكل فيهم اي حاجه، هنشرب مشروبات اللي هي بنقول عليها صفر سعر حراري زي القهوه الساده، الجنزبيل، القرفه، اليانسون، الكلام ده كله من غير لبن. مش عايزين لبن خالص ولا حتى لبن خالي الدسم، لان في لاكتوز هيستفز هرمون الانسولين. وزي ما احنا قلنا ان الصيام المتقطع من احد فوائده ان هو بيحافظ على ان هو ما بيستفزش هرمون الانسولين، وبيحافظ على انه يظبط سكر الدم في خلال كمان ال 16 ساعه صيام. وفي نفس الوقت مش عايزين سكر خالص، السكر الابيض ده تماما لا. الناس اللي هتسال بقى على موضوع سكر الدايت، السكر الدايت احنا ممكن ناخده في كميه محدوده جدا جدا، لان كل ما هنزود برده السكر الدايت هو بيستفز كتير منه، برده هيستفز هرمون الانسولين، وانا مش عايزه استفز هرمون الانسولين خالص. فبالتالي الافضل ان احنا نمنع كمان السكر الدايت علشان ما يبقاش فيه 1% ممكن ان احنا بوظنا 16 ساعه صيام. خليني بقى اكلمك على الثمان ساعات اللي بناكل فيهم. ناكل ايه؟ الثمان ساعات دول مهمين جدا جدا، لان انا لو ما اهتمتش بنوعيه الاكل اللي انا باكلها في الثمان ساعات دول واكلت حاجات تستفز هرمون الانسولين، زي ايه اكتر حاجه تستفز هرمون الانسولين؟ الدقيق الابيض، العيش الفينو، السكريات، الحاجات دي كلها. لو انا قعدت اكل منها كتير واكل في كيكات واستفز هرمون الانسولين واخليه في الدم لمده اطول، فبالتالي انا هبقى حاسه بالجوع، مش هحس بالشبع، وحتى لما اشبع هجوع بعد فترات قريبه جدا من بعض، فمش هبقى مرتاحه في ال 16 ساعه اللي انا بصومهم. زائد ان انا كمان ده هيضرني بعد كده ان انا بخزن في جسمي دهون اكتر من اللي عندي، وانا عايزه اساعد ان انا احرق الدهون اكتر. فالثمان ساعات دول محتاجين نركز فيهم على الدهون المفيده، لان هي اقل حاجه، ان هي اكتر حاجه ما بتستفزش هرمون الانسولين. الدهون المفيده اللي قلنا ان هي من زيت الزيتون، من الافوكادو، من زبده الفول السوداني، من المكسرات، لكن بكميات محدده ما نفتحش فيها. اكيد لازم يبقوا مركزين في الكالوريز. بالظبط طبعا، ونركز برضو على البروتين، ونحاول ان احنا ناكل نشويات، ما ناكلش النشويات السريعه الهضم، ناكل النشويات اللي هي صعبه الهضم، اللي هي زي ايه؟ زي مثلا الشوفان، الفريك، البليله، البطاطا، الرز البني، الحاجات دي كلها اللي تاخد وقت في الهضم وما تستفزش او تبوء او تعلي سكر الدم، تحافظ على معدل سكر الدم وتحسسني بالشبع اكتر، وبرده نراعي كميه النشويات وناخد بالنا منها. الصيام المتقطع ميزته ان هو انت عندك اليوم 24 ساعة، فانت بتقسميهم براحتك على حسب يومك ماشي ازاي والروتين بتاع يومك ازاي. يعني انا مثلا واحدة عندي ظروف بضطر اسهر بالليل، فخلاص هاخد الثمان ساعات اللي انا هاكل فيهم بالليل وهبدا احسب من بعدهم ساعات الصيام. ولكن لو قلنا مثلا احنا ممكن نفضل ايه احسن ويندو نفضله، فهو احسن ويندو هو ان احنا نصوم، نبدا اكل الساعه 11 ونبدا صيام الساعه 7، يعني نبدا الاكل 11 ونوقف الساعه 7، بحيث نكون استفدنا من كل حاجه، ان احنا كمان ما اكلناش بالليل، يعني حطينا كذا استفاده جنب بعض. وخليني اقول لك ان الصيام المتقطع هو ليه كذا صوره وكذا شكل، يعني ممكن الناس تزود عدد صيام عن كده، في ناس بتصوم 20 ساعه، في ناس بتاكل وجبه واحده في اليوم، ولكن ابسط صوره ليه هي اللي نقدر كمان نستمر عليها وننفذها هي ال 16 ساعه.
طب انت قبل التصوير قلتي لي ان في اخطاء كتير الناس بتقع فيها في الصيام المتقطع، ممكن تعرفيها للمشاهدين؟ بصي الفكره في الصيام المتقطع ان الناس بتقول خلاص انا هاكل 8 ساعات، فبالتالي مش هاكل نفس عدد الكالوريز او السعرات الحراريه اللي انا كنت باكلها في يوم واحد، فانا كده بقطع الكالوريز او بقطع الكالوريز بتاعتي شويه فاكل براحتي. الفكره كلها لو انت عايز الصيام المتقطع لانقاص الوزن فلازم تبقى عندك وعي كامل انت بتاكل ايه، عشان زي ما قلنا ما نستفزش هرمون الانسولين، وانت بتاكل كالوريز ايه في اليوم. ما هو انا ممكن في الاخر اكل وجبات اقل ولكن اكل كميات واكل غلط، اكل بيتزا، اكل برجر، اكل حاجات كده تزود كالوريز كتيره قوي تخليني اعدي الكالوريز المسموحه ليا في اليوم، فبالتالي الاقي نفسي ان انا عديت الكالوريز دي. طب ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ اللي هيحصل في الحاله دي يا اما انا هثبت يا اما هيزيد وزني، ولكن مش بنفس المعدل اللي لو انا ما اتبعتش نظام الصيام المتقطع عليه. لكن لو انا عايزه فعلا استفيد من انقاص الوزن فلازم ابقى برضو بحسب سعراتي الحراريه وبعرف انا باكل ايه علشان اقدر اخد الاستفاده الكبيره من نظام الصيام المتقطع من ساعات الصيام اللي بصومها، وبرضو في الفطار ما بوظش الدنيا. طب دكتور اميه، عايزين في نهايه اللقاء كده زي تيب للناس اللي عايزه تبدا الصيام المتقطع. بصي اللي عايز يبدا الصيام المتقطع مش لازم ان هو يضغط على نفسه جامد، الاول يحاول ان هو يعمله 12 ساعه، يبدا الاول 12 ساعه شويه، اول ما يتعود يخليهم 14، لما يتعود شويه كمان يعلى بيهم ل 16 عشان يقدر بعد كده يعمله هو مرتاح نفسيا ومش حاسس بان هو ضاغط على نفسه وتعب نفسه في كده. ونحاول ان احنا زي ما قلت ناخد بالنا قوي ان احنا ما ناكلش نشويات سريعه الهضم، نهتم بالنشويات المعقده، ما ناكلش الحاجات اللي تستفز هرمون الانسولين وتعليه قوي وتعلي سكر الدم وتخلي الانسولين موجود، فبنحط نفسنا ان احنا اله لتخزين الدهون. بالعكس الصيام المتقطع بيساعدني ان انا احط جسمي اخليه اله لحرق الدهون مش لتخزينها، فبحط جسمي في الفات بيرنينج زون، فاحافظ على الفات بيرنينج زون دي. خلي بالنا ان احنا الصيام المتقطع هنحس بالتاثير بتاعه من بعد 16 ساعه، لان احنا بنبدا نتحط في الفات بيرنينج زون في الاربع ساعات اللي هم في الاخر خالص، هي دي اللي الجسم بيحرق دهون بكفاءه. دكتور امنيه نورتينا النهارده، بشكرك. ميرسي هنا، انا اللي كنت سعيده جدا ان انا معاكي النهارده. نظام غذائي بنتبعه بيحتاج لممارسة الرياضة، ده عشان يشد ترهلات الجسم ويساعدنا في رحلة الخسسان. عشان كده معانا دلوقتي كابتن أحمد عوض عشان يقول لنا التمرينات المهمة أثناء اتباع الصيام المتقطع. مهندس مدني، بدأت رياضة بقالي سنة من شهر 12 اللي فات، كان وزني حوالي 137 كيلو، دلوقتي 110، يعني نزل حوالي 25 كيلو في سنة الحمد لله. يعني كانت ظروف الصحية وحشة شوية، عملت عملية وكنت تعبان شوية واتضايقت من نفسي الصراحة، وبدأت أنزل الجيم. نزلت مع كابتن فوكس، الصراحة هو راجل فاهم كويس وعارف ان هو يوصل لي اللي انا عايزه، بس لسه شويه على اللي انا عايزه، يعني ان شاء الله مكمل يعني، وربنا يكرم
اللي بيسعى يعني ربنا بيكرمه ان شاء الله. يعني انا خسيت عن طريق التمرين والدايت. دايت مش 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 قاسي قوي يعني، بس الواحد كان متعود على حاجات بيعملها وبطل يعملها. حتى لو حب يعملها ممكن يعملها مره في مثلا في الاسبوع، مره كل اسبوعين، بتبقى بالغرض وممكن تعلي الحرق عنده وبتظبط الدنيا. لكن الدنيا تبقى على طول كده بتبقى الدنيا رخمه شويه، الواحد ما بيجيبش نتيجه. وفي الاول والاخر التمرين ما هو الا 20% والدايت 80% عشان الواحد يوصل اللي هو عايزه يعني. وانا بتمرن من 4 لـ5 ايام في الاسبوع، المره بتبقى من ساعه ونص لساعتين. طبعا الكابتن بتاعي هو اللي بيظبط لي موضوع التمرين ده، انا ما يعني هو ده شغله يعني. ساعات باجي لوحدي طبعا، بس هو الاغلب يعني 90% هو اللي بيمرني، ولو ما جاش هو بيقول لي انا اعمل ايه وماشي على الوضع ده يعني. هو في الاول والاخر الواحد لو خد الموضوع ده هو ان هو هيعمل كده عشان صحته، اي مش هيبص اصلا للموضوع ده، او الموضوع ده بالنسبه له مش هيبقى حاجه مهمه. الموضوع اللي هو الاكل التقيل والفاست فود والجانكس فود عامه، المقلي والشغل ده، هو بس الواحد بيغير شويه من اكله. لازم ياكل سلطه وياكل فاكهه، ياكل مثلا حاجه مثلا بدل الرز بس يعني بدل الرز المصري ممكن ياكل بسمتي. المكرونه مش وحشه قوي برده، كويسه، بس بقى كتر النشويات والسكر، مين اللي سكر الصراحه ده هو اللي بيبوظ الدنيا يعني مع الواحد يعني. مره كنت مع ناس صحابي يعني كنا نازلين عادي وقال لي تعالى ننزل، وراحوا البرنس وانا فضلت قاعد، كنت لسه في بدايه مثلا دايت بقى لي 3 اشهر مثلا، وقعدت معاهم على الترابيزه مش عارف اكل ولا ما اكلش، اكل ولا ما اكلش. وفي الاخر الحمد لله يعني قمت طلعت بره شربت كان زيت بريلو وخلاص. فرق طبعا، فرق في الحركه، فرق في الشيب طبعا، واحد ساخده في نفسه بتعلى، بيحس نفسه صحيح احسن، بيبقى رجليه شايلاه يعني، رجليه بتبقى شايلاه عن الاول 1000 مرة يعني. وهو طبعا وانا الصراحه لسه صغير، انا 27 سنه، فمش هبقى الدنيا يعني لو الدنيا بايظه معايا من دلوقتي هتبوظ معايا بايظ قدام خالص. في 2 تعبوا معايا، ووالدتي طبعا عشان تظبط لي موضوع الاكل وانها امشي مع على السيستم ده فتره. طبعا والدتي تعبت معايا قوي، كابتن فوكس يعني الله يبارك له، طبعا من اكتر الشخصيات اللي تعبت معايا الصراحه وما قصرش معايا، وهو صديق ليا اصلا، انا بحبه على الموضوع الشخصي، انا بحبه قوي، غير ان هو الكابتن بتاعي الصراحه، هو بني ادم محترم. ودول اكتر شخصيتين الصراحه اثروا معايا جامد يعني. انا نزل 25 كيلو يعني مش 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 اللي هو في تغيير جامد، بس لسه في شويه تاني انا عايزهم الصراحه. انا عايز حوالي 10 كيلو تاني، ربنا يسهل. طبعا في نظر الناس بني ادم مختلف شويه، في ناس متعوده عليا وفي ناس بصات بقى اللي هو من فوق لتحت كده اللي هو في ايه، خاصه اللي بقاله فتره ما شافنيش. بس في الاول والاخر طبعا يعني دي حاجه كويسه يعني، طبعا بصه بتبقى مش حاجه وحشه، بتبقى حاجه كويسه. الواحد طبعا بيتبسط لما حد يقول له مثلا كلمتين حلوين في التعب اللي هو بيتعبهم عامه في السنه دي يعني. انا بقى لي سنه بلعبه وربنا يسهل كده وتفضل رضا على طول في حياتنا يعني. وهي حاجه جميله الصراحه، بتخلي النفسيه مين للنفسيه احسن 1000 مرة. الواحد بيخلص شغل يرجع بيفرغ الضغط اللي جواه ده، بيطلعه شويه حتى لو بنسبه، حتى بتفرق والله العظيم. وربنا يدوم علينا يا رب. اكمل زي ما انا، اكمل بقى زي ما انا تمرين ودايت واظبط حالي. مش معنى ذلك ان انا ما اكلش خالص، لا انا باكل كويس، خاصه ان انا شغلي بعيد والدنيا صعبه شويه، فانا لازم بفطر واتعشى واتغدى واتعشى، باكل 3 مرات ممكن 4 مرات، وباكل يوم في الاسبوع باكل اللي انا عايزه عادي خالص. بس بتبقى وجبه او 2 بعد يعني مثلا من الساعه 4 لغايه الساعه 9، بعد كده خلاص يعني كل وجبتين مثلا، مش لازم اتقل فيهم، بس عشان اكل اللي انا عايزه. هي وجبتين في الاسبوع بتبقى، او في الاسبوعين بتمشي الدنيا يعني. الواحد الدنيا بتبقى تمام معايا يعني. الصحه والرياضه اهم حاجه عامه، اهم من الشغل، اهم من الفلوس، اهم من اي حاجه يعني. الصحة مين لي أهم حاجة عامة، الواحد لازم يخلي باله منها ولازم يخلي باله من نفسه، عشان هو كل ما حافظ على نفسه دلوقتي ربنا يبارك له في عمره ويديله الصحة ويفضل طول عمره كده شايل نفسه يعني. لكن بقى دي الناس اللي قاعدة خالص مش الكلام ده. أنت طول ما أنت عايز تبقى مثلا حاجة كويسة ودي وان اتأخر عليك وأنت ما نزلتش النهاردة مثلا، أو قلت خليها وأنا التمرين مش هيفرق معايا دلوقتي، هو طالما دي 1 ده ما بداش انت عمرك ما هتبدا، ولازم تبدا بدي 1 يجيب 2 لغايه ما تجيب سنه واثنين وثلاثه لغايه انت ما تعمل اللي انت عايزه. وربنا يوفق الجميع يا رب.
الارهاق ده عايزين نتكلم عن كيس معينه. انا الصراحه على المستوى الشخصي بفتخر ان انا مرنتها، لان ده مثال للاجتهاد وان هو اشتغل على نفسه كتير قوي، كان بيسمع الكلام في ظل صعوبات وتحديات كان هو بيواجهها، من شغل لظروفه في البيت لوقت ضيق، الا وهو محمد لطفي. محمد لطفي طبعا من الناس، طبعا صورته تظهر عندنا في الشاشه عشان يكون الكلام موثق، من الناس اللي هو تعب على نفسه، وانا تعبت معاه الفتره اللي فاتت، بس تعب الحمد لله كان بنتيجه. ان هو كان جاي لي اوفر ويت اكتر من 15 كيلو، وكان جاي لي فاقد الامل ان هو ممكن يخس. تمام. طبعا دور المدرب مننا ان هو يبث الامل في داخل اللاعبين اللي جايه فاقده الامل ان هي تنزل من الوزن بتاعها، وبالتالي اللي بتاثر بالسلب على حياتها اليوميه والحياه العمليه والحياه النفسيه طبعا بالاخص. محمد لطفي جالي في نص الصيف اللي فات، كان جاي لي اوفر ويت طبعا زي ما احنا قلنا اكتر من 15 او 20 كيلو. جه عايز ينزل وزن، هو طبعا فاقد الامل كتير قوي في الموضوع دوت. قعدنا هو مع بعض حطينا بلان معينه، قلت له لازم اول حاجه طبعا تعمل لي ان بودي لجسمك، عشان ده اللي انا هشتغل على اساسه واعرف جسمه في انهي حته بالظبط بالنسبه لمعدل الحرق، بالنسبه للتكتلات الدهنيه في انهي حته بالظبط في جسمه، بالنسبه كثافه العضلات قد ايه، كثافه الدهون قد ايه، نسبه الميه المحتبسه داخل الجسم قد ايه. كل الكلام ده كله يهمني عشان اشتغل بطريقه علميه واوصل للنتيجه المطلوبه سواء لي او ليا كترينر في الجيم. قعدنا بالفعل مع بعض وحطينا الاسس تدريب بعد ما جاب لي طبعا انبادي. طبعا كانت حاله طبعا كاوفر ويت من الحالات اللي انا تعرضت لها، كانت محتاجه مجهود وشغل طبعا منه قبل ما يكون مني. فحطينا الاسسمنت بتاعه طبعا بعد ما عملنا اسسمنت على اسس على الانبادي بتاعه اللي هو جابه لي. حطينا اسسمنت، حطينا نظام غذائي مشي عليه بالحرف. طبعا الفتره دي كان هو طبعا حاله زي بقيه حال الناس، كان بيحب الاكل وشغف في الاكل، وخصوصا ان هو كان مهندس مدني، فطبعا انتوا عارفين المهندسين المدنيين عموما شغلهم كلهم في المواقع، فاكلهم كله من الشارع، جنجل فود والكلام دوت، وبيبسيهات والكلام والحلويات اللي انتوا عارفينه. فطبعا ده كان من تحدي من ضمن التحديات اللي انا بواجهها. اشتغلنا على نفسه شويه، حرمته طبعا من الكلام ده كله، اشتغلنا نظام غذائي قاسي. هو بسم الله ما شاء الله برضه عشان عنده اراده قويه، وده يمكن بنسبه 50% ساعدنا ان هو ينزل الوزن المطلوب. اشتغل على نفسه، وطبعا ابتدينا نمشي على الاسسمنت اللي هو اللي انا حاطته له واشتغل عليه. الكلام دوت قعدنا فيه لمده نص الشتاء اللي فات لحد النهارده، داخلين يعني ست شهور او سبع شهور بالظبط. الحمد لله نزل كتير قوي، نزل 15 كيلو او اكتر، وده باين طبعا في الصور بتاعتنا اللي احنا هننزلها بفور وافتر. وصل لوزن معين وبعد كده وقف طبعا حال نفس حال الناس الثانيه، وكان بيواجه طبعا تناقضات اثناء لما كان وزنه زياده من صحابه والتعافي التنمر والكلام دوت، كان بيأثر عليه بالسلب. انا كنت بقف وراه، كنت بقول له جو هيد، ما يهمكش كل الكلام دوت، هندوس وهنكمل، لسه اللي جاي اكتر. وهو فعلا بسم الله ما شاء الله كان بيتقبل السبورت اللي انا بديه له، والحرمان من بعض اكلات كنت بديها له. زي ما قلنا كان هارد كان دايت قاسي، واشتغل على نفسه كتير وتعب في التمرين واتبهدل، ولدرجه ان هو يعني بيطلع من الجيم ما كانش قادر يعمل نوع من انواع اي ورك اوت خالص. فكان دوت على قد ما هو بيواجهه، وكان بيمثل بالنسبه له تحدي كبير، هو يعني ممكن يكون حاله صعبه بالنسبه له. فعلا هو بسم الله ما شاء الله بسبب تحديه وبسبب الجرأه والاراده اللي عنده كان بيواجه كل الصعوبات دي لحد ما نزل بسم الله ما شاء الله للوزن المطلوب، واشتغل على نفسه وتحدى نفسه، واشتغل فعلا بسم الله ما شاء الله برضه على الدايت اللي انا حاططه له، واشتغل على البرنامج التدريب اللي انا حاططه له، واتحدى نفسه لحد ما وصل الحمد لله للوزن المثالي اللي هو كان عايزه. ولسه طبعا اللي جاي هيكون احسن بكتير، حاله نفس حال الناس اللي بتتمرن معانا، وهو ده هدف جيم نادي الاهلي، ان احنا بنوصل للهدف المطلوب.
كوزن وكصحه عامه. عايز اقول لكم دلوقتي الحاله النفسيه بتاعه محمد لطفي تحولت 360 درجه في شغله، في حياته الاجتماعيه مع اصحابه، في ثقته بنفسه، لدرجه ان حاله من السعاده هو عايشها دلوقتي. بيأدي شغله وكمان يعني في شغله بقى احسن بكتير، وطبعا ناتج شغله بقى احسن بكتير. فطبعا انا يعني بناشد الشباب ان هي تمشي نفس الدرب بتاعه، ولسه ان شاء الله هنفاجئكم بحاجات اكتر واكتر زي محمد لطفي احسن ان شاء الله. حد بيسمع انه مش هياكل لمدة 16 ساعة متواصلة الموضوع بيبقى يخد، عشان كده قررنا نسأل أعضاء وعضوات النادي عن إيه رأيهم في الصيام المتقطع. تعالوا نشوف قالوا لنا إيه. مساء الخير. تقدري تصومي عن الأكل 18 ساعة متواصلة؟ أكيد الحمد لله، ما إحنا بنصوم عادة يعني في الصيام، بس بشرط إن في 8 ساعات اللي هتاكلي فيهم هيبقى أكل دايت برضو. ما هو ده الصحي طبعا، يعني لازم احنا نحاول نعمل كده هوت عشان الصحه العامه. بفطر الصبح الساعه 7 باكل وخلاص، هو وجبتي مفيش اكتر منهم، من الصبح لغايه بالليل دي حوالي 12 ساعه اقصى حاجه. والواحد يصوم، ايوه يصوم، ممكن يصوم 16 ساعه، بس لما يبتدي ياكل ما يلخبطش في الاكل من اولها، ينظم نفسه برده عشان ما يتعبش معدته، لان هيلاقي نفسه تعب ومش قادر يتنفس. طب ليه نعمل في روحنا كده؟ لازم ايه، ننظم اكلنا بالراحه وكله بيمشي. لا 16 ساعه متواصله، يعني في وجبه فطار، في وجبه غدا، في وجبه عشاء. ممكن يكون في وجبة العشاء تبقى خفيفة، وجبة الفطار برضو تبقى كويسة، بس 16 ساعة متواصلة ده صعب. هو فعلا احنا بنصوم في رمضان 16 ساعة، وبعدين لا انا من النوع اللي بقوم اصلي بعديها، يعني اشرب الشوربة واقوم اصلي، وبعدين برضك كميات قليلة، يعني بعد لما باكل ما اقدرش، ممكن بقى بعد 3-4 ساعات ممكن اخد حاجة بسيطة كده وبس. يعني هو كله صحي. نظام الصيام المتقطع نظام جميل جدا جدا، هو في الاول ممكن يكون قاسي على اي انسان، لكن مع الوقت وتعود انه يصوم 16 ساعة هتبقى حاجة عادية جدا جدا جدا. لو اي انسان فينا لما بيتعود على شيء مع مرور الوقت افتكر يتعود عليه، ثم انه بيخسس ويحمل الجسم الانسان من حاجات كتير جدا جدا، وافضل من العمليات اللي بيعملوها زي التحويل المسار والحاجات والتكميم والحاجات اللي فيها مشاكل دي. بالعكس ده نظام طبيعي جدا، وما دام نظام طبيعي يبقى نظام جيد جدا جدا، انا اؤيد ذلك. يعني والله انا لسه النهارده كنت بتكلم مع واحده صاحبتي على موضوع النظام المتقطع ده، بقول لها يلا نجربه، بس في الحقيقه هو اللخبطه بالنسبه لي اسلوب حياه. اكل اشرب الشاي من غير سكر، لكن الاقي اكل بعد كده بقسماطه بحته عسل وقشطه، ايه التناقض ده؟ بس هي دي حياتي كده بصراحه. بس احنا هنا بقى في الاهلي دايت بنشجع حضرتك انك تبداي صيام. انا بحاول، بس انا اقول بس ما اعملش. انا اقول وانصحهم جميل زي الفل، ويلاقوني كده ما شاء الله متحمسه ومواضيع، بس لا لخبطي ده اسلوب حياتي جميل. وبعدين اشرب برضو شاي اخضر بالليل واقعد اعيط، ويلا بقى نبدا دايت، وتاني يوم اعمل فراخ مشويه وكلام، وبعد كده اضرب طبق كشري زي الفل. بنحاول دايما نقدم أنظمة غذائية مختلفة وتجارب مختلفة عشان تساعدنا أننا نوصل للجسم والشكل المثالي. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقة النهاردة، أشوفكم في حلقات جديدة من الأهلي دايت.